الموضوع الآخر موضوع اهتمامنا بلغتنا العربية. أنا كوني يعني أعمل في حق الترجمة واللغة، ولي اللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الفرنسية، ذلك من المهم جدا أن نهتم بلغتنا العربية. للأسف ليس العتب ليس على الأجانب، سواء الأجانب وخاصة الأجانب الذين يقيمون عندنا في الدول العربية، ولكن العتب كل العتب علينا نحن، لأننا نحن من استبدلنا اللغة العربية بغيرها، بمعنى بدلنا لغتنا واستخدمنا اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية بشكل خاص، يعني وهي اللغة الدارجة في والعالمية على مستوى العالم. ولكن الدول العظمى والكبرى تحمي نفسها وتحمي ثقافتها وتحمي لغتها، مثل فرنسا، الصين، ألمانيا. تحدثت كثير مع أناس عرب، ومنهم من بعض منهم قليل جدا يعني قال لي إن اللغة العربية وما الضرر من استخدام اللغة الإنجليزية. قلت له لا يوجد ضرر، ولكن إذا أتيحت لك الفرصة أن تستخدم في موقف ما أن تستخدم اللغة العربية فلما لا؟ لماذا لا تستخدمها يعني؟ وهي الأجدر خاصة في الدول العربية، يجب استخدام اللغة العربية. لماذا يعني؟ هذا المنطق يعني. لا أطلب أنا شيء الكثير يعني، أنت كعربي أنا لا أطلب، يا أخي لا أطلب من الأجانب. إذن أنا لا أطلب من الأجنبي أن يتحدث بطلاقة، ولكن على الأقل المهم أن يستطيع الأجنبي المقيم في الدول العربية أن يتواصل مع العربي صاحب الأرض وصاحب المكان، أن يتواصل معه باللغة العربية أقل ما يمكن.